أنتيجون مسرحية فصل واحد من تأليف الكاتب الفرنسي جان كوكتو، ترجمة فتح العشري، إخراج الشريف خاطر. تجري أحداث المسرحية أمام القصر الملكي في مدينة طيبة. كارثة واحدة ضن بها جوبيتر على نسل أوديب. سأخبرك بكارثة أخرى. خمن العار الذي يعده لنا أعداؤنا. لن أخمن. منذ تقاتل أخوانا ومنذ اختفى أهل أرجوس وأنا لا أرى شيئا يستطيع أن يجعلني أكثر بؤسا أو أكثر سعادة. أصغي إلي، لقد جعلتك تخرجين من الممر كي لا يسمعنا أحد. ما الخبر؟ عيناك تبعثان الرعب في قلبي. تسألينني ما الخبر؟ ألم يأمر كريون بدفن واحد من أخوينا ورفض دفن الآخر؟ سيلقى إتيوك لمراسم الدفن التي يستحقها. أما بولونيس فقد حرم دفنه أو بكاؤه وأن تترك جثته للغربان. تلك هي الأوامر التي يعلنها النبيل كريون لك ولي. نعم لي. سوف يأتي بنفسه إلى هذا المكان ليقرأ علينا مرسومة. إنه يعلق أهمية كبرى على تنفيذ أوامره، ومن يخالفها يرجمه الناس بالحجارة. هذا كل ما في الأمر. آمل أنك سوف تظهرين معدنك الأصيل. لكن ماذا عساني أستطيع؟ قرري ما إذا كنت تعاونينني. فيما؟ في حمل الجثمان. تريدين دفنه رغما عن الملك؟ نعم، سأدفن أخي وأخاك. أقول أخاك، ولن يعيرني إنسان لأني قد تركته نهبا للوحوش. أيتها البائسة، بالرغم من تحذير كريون، هل يحق له إذن أن يفصلني عن أسرتي؟ أنتيجون، إن أبانا المسكين قد مات في الوحل بعد أن فقع عينيه ليكفر عن جرائمه، وأمنا التي كانت أمه شنقت نفسها وتناحر أخوانا. تصوري النهاية المشؤومة التي تنتظرنا نحن الاثنتين الوحيدتين لو أننا تحدينا سادتنا. نحن نساء يا أنتيجون لا نعرف كيف نقهر الرجال الذين يحكمون أقوى منا. فليسامحني بولينيس، ولكني أرضخ. سأذعن للسلطة. فمن الجنون أن يحاول المرء ما ليس في طاقته. لن أكبرك، إنك إن عاونتني فستعاونينني مكرها. افعلي ما يحلو لك، أما أنا فسأقوم بدفنه، وسيحلو لي بعد ذلك أن ألاقي الموت. فسيرقد صديقان جنبا إلى جنب بعد هذه الكريمة العزيزة، لأن الوقت الذي ينبغي علي أن أرضي فيه الموت يا إسمين أعظم من الوقت الذي ينبغي علي أن أرضي فيه الأحياء. سلوكك يخصك، احتقر الآلهة. أنا لا أحتقرها، إني أشعر بعجزي عن الكفاح ضد مدينة بأكملها. انتحل الأعذار، أما أنا فسأعد له مقبرة. يا لك من مجنونة، إني أرتعد من أجلك. دعيني وشأني، فكري في نفسك وحسب. أنتيجون، على الأقل لا تفصحي لأحد عن هذا المشروع. أخفيه مثل ما سأخفيه أنا. لا تخفي شيئا، تستطيعين الإفصاح، فإني لا أرغب في تكتمك قدر ما أرغب في إفصاحك. خففي من حمية هذا الفؤاد الذي زادت حرارته عن الحد. لن أفعل. أعرف أني أرضي حيث ينبغي علي أن أرضي. حقا، إذا كان كل شيء على ما يرام
لكنك تحاولين المستحيل. سأتوقف عند قصارى جهتي. علام العدو خلف الريح. إذا تمسكت بموقفك تصبحين بغيضة إلى نفسي وستثيرين كراهية الميت. اتركيني وحدي مع مشروعي، وحين يفشل فسأموت عندئذ مليئة بالفخار. حسنا، اذهبي إذن أيتها المجازفة، إن فؤادك سوف يلقي بك في التهلكة. تدخل الجوقة. لقد فر أهل أرجوس، لقد فر أهل أرجوس، مسرعين تحت بصرك المجنون أيتها الشمس، مسرعين تحت بصرك المجنون أيتها الشمس. كانوا قد جاءوا في إثر بولينيس ومطالبه الواهية، كانوا قد جاءوا في إثر بولينيس ومطالبه الواهية. إن جوبيتر يكره الغرور، إن جوبيتر يكره الغرور. لقد ضرب بصاعقته رياش الكبرياء ودروعه، لقد ضرب بصاعقته رياش الكبرياء ودروعه. أما القواد السبعة، أما القواد السبعة الذين كانوا يتجهون ناحية أبوابنا السبعة، الذين كانوا يتجهون ناحية أبوابنا السبعة، فقد تركوا أسلحتهم، فقد تركوا أسلحتهم، ولم يبق في المكان إلا أخوان عدوان، أخوان عدوان. والآن تربع النصر في طيبة والشعب يغني. لكن ها هو كريون مليكنا الجديد. أيها المواطنون، لقد أنقذت الآلهة هذه المدينة من الغرق، وقد جمعتكم جميعا، وأنا أعلم احترامكم لبيت لايوس وإخلاصكم لأوديب وأبنائه. لقد تقاتل الأبناء فقتل، وانتقلت كل السلطة بين يدي. وقبل أن يثبت المرء وجوده يصبح من الصعب معرفته. بالنسبة لي فإني ألوم من يحكم دون مشورة المحيطين به، وألوم أيضا الرئيس الذي يضحي بالمجموع في سبيل فرد واحد. لن أداري خصمي مطلقا، ولا يعدم الأمير العادل صداقة الأصدقاء. تلك هي مبادئي. من أجل هذا أمليت المرسوم الخاص بأبناء أوديب. إتيوكل جندي فلنكرمه، أما بولونيس فقد عاد من المنفى ليحرقنا، ليهيننا، ليسترقنا، لذا أحرم تكريمه وآمر أن تطرح جثته نهبا للكلاب والغربان. نعم، أنا لا أخلط أبدا بين الفضيلة والجريمة. لقد قلت. أحسنت يا كريون، 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 أحسنت يا كريون. لك حرية التصرف في الموتى وفينا. نفذوا أمري. أكل إلى الشباب أمر تنفيذه. أجل، أكل إلى الشباب أمر تنفيذه. إن حراسا يسهرون على الجثة. حينئذ ماذا علينا أن نفعل؟ يجب أن تكون ذا صلابة إزاء عصيان القانون. لا يوجد شخص بهذا القدر من الجنون حتى يبحث عن منيته. سيكون الموت جزاء، لكن الأمل في الحصول على المال غالبا ما يجعل الناس يفقدون صوابهم. أيها الأمير، أيها الأمير، لا أستطيع القول بأنني أطير نحوك، هذا لا. لقد توقفت كثيرا في الطريق وكنت أفكر،
لا تذهب، لا تذهب، لكن من ناحية أخرى إذا علم كريون من شخص آخر فإنك تجاذف أكثر. الطريق قصير، لكن الطريق كان طويلا. باختصار، باختصار، ليس عندي شيء حسن أخبرك به. ما الذي يربكك؟ سأقول أولا الذي يخصني، لست أنا، ليست غلطتي، ولا أعرف من هو. ستكون غير عادل في معاقبتي. أنت تعقد الأمور من حولي، تبدو لي وكأنك تزجي ببطء خبرا مؤسفا. الهول، الهول يقطع الأذرع والأرجل. تكلم وبعد ذلك سوف تمضي. إذن أتكلم، لقد مجدوا الميت. من ذا الذي واتته الشجاعة حتى لم يرى ولم يعرف، ولم تكتشف ضربات فأس ولا ضربات معول، ولا آثار أقدام ولا علامات عربة، لا شيء يكشف عن المجرم. في الصباح الباكر كان الجسد قد اختفى تحت طبقة من الثراء بالقدر الذي يجنب انتهاك الحرمات. بالطبع كان كل واحد منا يلوم نفسه ويحتد، وكنا سنتضارب. كل المنطقة كان مشكوكا فيها، ولا توجد قرينة إثبات ضد أحد. لقد أقسمنا على أن نسير دون خوف فوق الجمر، وعلى أن نمسك بقطعة من الحديد المتوهج في ملء يدنا حتى يظهر المجرمون والمشتركون في الجرم. وفي النهاية تقرر أن يقال لك كل شيء، فسحبت القرى وكنت أنا كبش الفداء. كبش الفداء؟ أيها الأمير، أيها الأمير، إنا نتساءل، إنا نتساءل عما إذا كانت هذه هي إرادة الآلهة. كفى سخفا أيتها الهرمات، الآلهة لا تدفن محرق المعابد ومهدم العبادة وناهب الهبات. أرأيتن الآلهة أبدا يتملقن الشر؟ لا لا لا، وألف مرة لا، لكن هذا الصنيع سوف يفتح عيني. كنت أعلم من قبل أن هناك خونة في هذا البلد يتذمرون مني، وأن خونة يثورون خفية. نعم، إنهم يمولون المجرمين. لقد ابتكر البشر المال، المال، المال الخسيس. المال يخرب المدن، يميل القلوب المستقيمة، ويفسد كل شيء. هؤلاء الذين أفسدهم المال فدفنوا بولونيس، حفروا قبورهم بأيديهم. إذا لم تحضروهم لي سأشنقكم كيما يتكشفوا لي. على أي حال لست مذنبا. لن تدهشني بهذا أيها الرجل الشجاع. إنك إنسان تباع وليس بكثير من المال. من المحزن أن يخطئ أمير عادل هكذا. إنه يحكم علي. ماذا، ماذا بعد ذلك؟ على كل يا مولاي، يمكننا اكتشاف المجرمين. يقرب الحارس، ثم يخرج كريون. الإنسان لا يوجد مثله. الإنسان يجوب البحار. الإنسان يحرث الأرض. الإنسان يطارد الحيوانات. الإنسان يصطاد الأسماك، يكبح جماح الخيل، يفكر، يتكلم، يبتكر القوانين، يستدفئ ويغطي منزله، يتخلص من الأمراض. الموت هو المرض الوحيد الذي لا يشفى منه. يفعل الخير والشر، يكون رجلا صالحا لو استمع لقوانين السماء والأرض، لكنه لا يكون صالحا إذا لم يستمع إليها مطلقا. ليت المجرم لا يكون ضيفنا أبدا، أبدا، أبدا. تدخل أنتيجون مقبوضا عليها بصحبة حارس. أيتها الآلهة، أيتها الآلهة، يا لها من عجوبة غريبة، يا لها من عجوبة غريبة. إنها غير معقولة ولكنها حقيقة، إنها غير معقولة ولكنها حقيقة. أليس
كذلك يا أنتيغون؟ أليس كذلك يا أنتيغون؟ أنتيغون 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 أنتيغون، أكان لك أن تعصي؟ أكان لك أن تعصي؟ أكان لك أن تكوني مجنونة إلى هذا الحد حتى تهلكين نفسك؟ قبض عليها متلبسة، قبض عليها متلبسة. أين كريون؟ ها هو يخرج. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ أيها الأمير، أعادني الحظ إلى حيث لم أكن أعتقد أني سأضع قدمي. استجوب هذه الفتاة، إنها مذنبة. أين وكيف قبضت عليها؟ كانت تدفن الجثة، قبضت عليها ويدها في الحقيبة. هل تقسم على هذا؟ نعم أقسم على هذا، كانت تدفن الرجل. أعطني تفصيلات. خشية تهديداتك رفعنا الرمل عن الجثة وتركناها عارية تماما على الأرض. بعد ذلك جلسنا في أعلى رابية معرضة للهواء هربا من الرائحة، ثم قمنا بدعابات كي لا ينام أحد. وفجأة في الظهيرة تهب عاصفة رملية تطيح بفروع الأشجار وتفقأ عيوننا. بعد هب الريح هذا رأينا الفتاة تقف بجانب الجثة، كانت تصرخ بكل قواها. غطته بالثرى وأخرجت إناء من تحت ثوبها وبدأت تسكب منه. قفزنا فوقها، أوقفناها بقبضة يد، استجوبناها واعترفت دون أدنى مقاومة. آسف لإبدال حياة بأخرى، لكن المذنبين هم المذنبون. وسيدة، أليس كذلك؟ من الطبيعي أن أنقذ جلدي أولا. أنت بعينيك المسبلتين تنكرين؟ تعترفين؟ لقد فعلتها، إني أعلنها. أيها الحارس. مولاي. اذهب مسرعا، علق نفسك في مكان آخر، أنت حر. هل كنت تعرفين تحريمي؟ نعم، لقد كان علنا. وتجاسرت على مجاوزته، التغاضي عنه. لم يكن جوبيتر يعلن مثل هذا التحريم، لا، ولم تفرض العدالة قوانين من هذا النوع، ولم أكن أعتقد أن مرسومك استطاع أن يجعل نزوة رجل تفوز على قاعدة من قواعد الخالدين، تفوز على هذه القوانين التي لم تكتب والتي لا يمحوها شيء. إنها لم تخلق لا من اليوم ولا من الأمس، إنها من الأبد، لا يعرف أحد تاريخها. هل يجب علي إذن خوفا من خاطرة رجل أن أعصى آلهتي؟ كنت أعرف أن الموت في نهاية فعلتي، سوف أموت شاب. حسنا، الشقاء كان في ترك أخي بلا قبر، الباقي عندي ثيان. والآن إذا اعتبرتني مجنونة تستطيع أن تكون مجنونا كذلك. هكذا؟ من هذه الصلابة الطبيعية تعرف ابنة أوديب. إنها تتمسك بالشقاء. لكن اعلمي أن هذه النفوس الصلبة إلى هذا الحد تكون أقل قوة. إن الحديد الأكثر صلابة هو الذي ينكسر. شكيمة صغيرة تذلل جوادا أغبر. هذا كثير من الكبرياء بالنسبة لأسيرة. أسيرة واجب. إنها تهينني عن عمد، تسخر مني وتتباهى بذلك. إنها هي التي ستكون الرجل إذا تركتها تفعل. ما أنني أخ جوكاست، ولا هي ولا شقيقتها ستتجنبان مصيرهما التعس. لأن اسم يجب أن تكون شريكة في الجرم. نيني أفترض؟ هل يؤت بها إلي؟ لقد لمحتها منذ قليل في القصر مذعورة كخفاش. النفوس السوداء تغدر بالسرعة، لكن ما أحتقره هنا خاصة هو المجرم الذي يقبض عليه متلبسا ومع ذلك يندمج في تنميق جريمته. هل تطلب شيئا أكثر من موتي؟ لا. إذن لماذا تتوانى؟ أنت تسأمني وأنا أسأمك، كل هذا الجمع كان يصفق لي،
لولا الخوف الذي يشل اللسان، بالإضافة إلى ألف امتياز آخر يديح لك الاستبداد أن تقول وتسمع ما تريد. أنت الوحيدة في طيبة التي تفكر خطأ. إذن كلهم يفكرون خطأ، لكنهم يسكتون في حضرتك. ألست خجلة؟ خجلة من تمجيد يا أخي. وأخوك إتيوكل ألم يكن أيضا أخاك؟ ها؟ إتيوكل مات عندنا، كنا من نفس الأب والأم. لماذا تهينينه إذن بتمجيده تمجيدا غير وطني؟ ما هكذا وضع الميت في قضيتي. ماذا أتخدمين الخائن؟ لقد مات ليس كعدو، إنما كشقيق له. قد جاء يهاجم وطنه، أما الآخر فقد كان يدافع عنه. الموت يريد قانونا واحدا للجميع، لكن المهاجم والمهاجم لا يجب أن يعاملا بالمثل. من يعلم إذا كان لحدودك معنا عند الموت؟ العدو الميت لا يصبح صديقا أبدا. ولدت لأقسم الحب وليس الكراهية. انزلي إذن عند الموت، أحبي من يروق لك. لكن احذري، في حياتي لن تسن القانون أبدا امرأة. ها هي المسكينة إسمان تبكي. الأسى يشوهها ويبلل خديها. أنت ذا أيتها الحية، هيا تكلمي، تعرفين أو لا تعرفين خائن الملك؟ إذا اعترفت أختي اعترفت وطلبت التحمل النتائج. المحكمة تمنعك من هذا، لم ترد اتباعي وقد فعلت وحدي. أنت بائسة، أريد أن أتبعك. متأخرا جدا يا إسمين، متأخرا جدا. الجحيم والذين يسكنونه شاهدوني أفعل. أنا قليلا ما تهمني أخت تحبني بالقول. أنت جون، أنت جون، لا تسلبي مني شرف الموت معك، شرف دفن شقيقي. لا، لا تموتين معي ولا تتباهي يا صغيرتي، يكفي أن أموت أنا. بدونك كيف أستطيع أن أحب الحياة؟ اسألي كريون، ألست لعبته المطيعة؟ أنت جون، لماذا تجرحينني بسخرية؟ أضحك عليك ضحكة ليست بشنيعة، لا أسخر إلا وأضر بنفسي. كيف أخدم؟ انقضي أيامك، لا أحسدك على هذه الفرصة. اتركيني أتقاسم نصيبك. لقد اخترت الحياة بينما اخترت أنا الموت. كنت قد نصحتك كثيرا. كانت نصائحك طيبة، وجدت قراري أفضل. خطأك هو خطأنا معا. اطمئني، سوف تعيشين. لقد مات قلبي منذ زمن بعيد، ولا يستطيع أن يخدم إلا الموت. هاتان الفتاتان مجنونتان تماما. لقينا ما يدعو لفقدان الصواب. هذا هو الذي يحدث لك عندما تحاولين أن تتقاسمي بإصرار عقاب المجرمين. بدون أن تقول كيف تريد لي أن أعيش؟ لا تتكلمي عنها مطلقا، لقد ماتت. سوف تقتل خطيبة ابنك. سوف يجد وجوها أخرى. إنه الزواج الوحيد الذي يريده. لا أقبل زوجة ابن شريرة. واه هيمون العزيز، كيف يعاملك أبوك؟ تبدأين في مضايقتي أنت وعرشك. هل تستطيع أن تحرم ابنك من الفتاة التي يحبها؟ الموت هو الذي سيفسخ الزواج. موتها إذن أكيد. مؤكد، مؤكد. كفى وقتا ضائعا. أيها الحراس، اقبضوا على هاتين الفتاتين، اقبضوا عليهما. إن أشجع الناس يهربون عندما يأتي الموت. سعداؤهم الأبرياء، لقد حط الهلاك على هذه العائلة. في بيت اللبداسيديين نرى مصائب جديدة تتكدس على الشيوخ، يطاردهم إله دون توقف. جابتان، ألا دع
تغفل أبدا. أبدي الشباب تسكن العالم، لكن الجنس البشري لا يمكنه أن يتمتع بسلام لا تشوبه شائبة، ولا أن يتحاشى أي نكبة، لأنه إذا قادنا إله إلى هلاكنا فإنه يغير مكان الخير والشر. لكن ها هو إيمون. هل يا ترى جاء شاكيا؟ يا بني، إنك تعلم الجريمة والعقاب، جئت إلينا غاضبا أم نحن أعزاء عليك لازلنا؟ إني أنحني يا أبي، إنه ليس بزواج ذلك الذي يقف ضد نصائحك الحكيمة. حسنا ما قلت، الابن ينبغي أن يطيع فيما يفيد الأبناء، في أن يحبوا أصدقاءنا ويلحقوا بأعدائنا كل الشر الذي يستحقونه. إن الإنسان لا يهلك بين ذراعي زوجة معيبة. اترك إذن هذه الفتاة تتزوج من شخص آخر في الجحيم. إنها تتكلم عن قوانين جوبيتر، عن قوانين الدم. إذا كنت تحملت أن يثور أقربائي فماذا عساني أنتظر من أهل طيبة؟ إما قاس على الجميع أو غير قاس على أحد. أنا لا أمتدح من يقف ضد الحكم، لا يوجد داء أخطر من الدكتاتورية. إنها تخرب المدن وتطمس العائلات وتبيد الجنود. فإذا كان الدكتاتور امرأة هنا تكون الكارثة. من الأفضل التخلي لرجل، فلن يقال إني تركت نفسي أنقاد للنساء. إذا لم تكن الشيخوخة قد أثرت تماما على عقولنا، فإنه يبدو لنا أيها الملك أنك تفصح عن نفسك بحكمة بالغة. أنت حكيم يا أبي، لكن أي إنسان آخر يستطيع أيضا أن يكون حكيما؟ جلست لأسمع ما يقوله كل واحد عنك، إنك ترهب الشعب. ماذا تقول؟ إنه يكتر الكلمات التي تمنعها من الخروج. أنا سمعتها يا أبي، فإني أطوف بكل مكان، أفاجئ المؤتمرين، وأعرف كيف تحكم طيبة على حال هذه الفتاة المسكينة النبيلة المجيدة التي تدينها. ماذا؟ تقتل لأنها دفنت أخاها؟ لكنها تستحق أن تكافأ، هذا هو الرأي العام يا أبي. ما هذا؟ أما أنا فحكمك هو الذي أحترمه أكثر. لا تصر إذن على الاعتقاد يا أبي بأنك وحدك دائما على حق، فالذي يتصور وحده أنه هو الذي يملك الحكمة والبلاغة والقوة إنما يعرض نفسه للسخرية. فالذكاء يسمح بأن يناقض الإنسان نفسه، والربان الذي يمسك شراعه المتصلب بغضب شديد ينقلب بسرعة. أخفض شراعك، هدئ نفسك يا أبي، صدقني أنا حديث السن، لكني أعلم أني أدافع عن قضية عادلة جدا. قضية عادلة جدا. أيها الملك، إذا كان على حق استمع إلي، وإذا كان مخطئا فليستمع هو إليك. القضية من ناحية وأخرى في أيد عادلة. نعم، في أيد عادلة. ماذا؟ أنا أتعلم العدالة من غلام صغير؟ ما زلت غير عادل. السن لا يحتسب يا أبي، لا تنظر إلى سني بل انظر إلى أعمالي. التصرف السليم يا بني إذن هو مدح المستبدين. أنا لا أعرف الثناء على الأشرار. وهذه المرأة أليست شريرة؟ أليست مريضة بالشر؟ ليس هذا رأي عامة الناس. عظيم، عظيم جدا. العامة سوف يرشدونني إلى طريقي. بدأت تتحدث حديث شاب،
إنك تعرف ذلك. هل يجب علي أن أوجه هذه المدينة في اتجاه آخر غير اتجاه حياتي؟ لا توجد مدينة خلقت لرجل واحد. المدينة زوجة شرعية لرئيسها. عليك بسكن مدينة صحراوية إذا أردت أن تحكم بمفردك. يبدو علي أنه يتخذ موقفا لصالح فتاة. إذن ها أنت فتاة، لأنه أنت الذي أهتم به أكثر. أيها الورد، أتسب أباك؟ هذا لأني أرى أبي ظالما. تعتبر تمسكي بامتيازاتي ظلما؟ امتيازاتك، إنك تدوس إرادة الآلهة. قلب رخو، إنك تسلم نفسك لتوجيه امرأة. محتمل. على كل حال، التصرف الخاطئ لن يوجهني أبدا. إنك لا تدافع إلا من أجلها. ومن أجلك يا أبي، ومن أجلي، ومن أجل آلهة الجحيم. أبدا لن تتزوجها حاجة. سأتزوجها إذا ميتة في الجحيم. تهددني بالانتحار؟ لا أهدد بشيء يا أبي، إنما أحاول الوقوف أمام ظلمك. سوف تندم يا سيد العاقل. لو لم أكن ابنك لقلت إنك تتراجع. أسير نساء كفى ثرثرة. تتكلم طوال الوقت ولا تسمع أحدا. نعم وذلك. أيها الجنود، أحضروا المجنونة سريعا لتمت أمام خطيبها. أنت مخطئ يا أبي، لن تموت في حضرتي. إني أحدثك لآخر مرة، وداعا. مارس غضبك أمام المتملقين الذين يتحملون. أيها الملك، إنه يجري، إنه خارج عن طوقه، في سنه يخشى عليه من اليأس. هل يحاول المستحيل؟ لن ينقذهما. ماذا؟ أتدين أنتيغون وإسمن؟ ملاحظتكن سليمة، ليست تلك التي لم تلمس الجثة مطلقا. وأي نوع من الموت تدخره لأنتيغون؟ سأحبسها حية في كهف بالصحراء، وسأترك لها قوتا يكفي للتكفير عن جرمها. سيكون لديها الفرصة للتضرع إلى بلوتو، ولسوف ترى هل تدافع عنها آلهة الجحيم. أيها الحب، يا من تستولي على أولئك وهؤلاء. أيها الحب، يا من تجعل الفقير غنيا والغني فقيرا. أيها الحب، يا من تضع في النار خدود الفتاة الصغيرة. أيها الحب، يا من تخترق البحر، ويا من تدخل الحرائر. لا يتجنبك أحد، لا من بين الموتى ولا من بين الناس في الحياة القصيرة. فينوس لا تقاوم عندما تطلق الرغبة. نحن في هذه اللحظة خائنات لأميرنا، نبكي لأننا نرى أنتيغون تتجه نحو قبرها. تدخل أنتيغون. بني وطني، انظروا إلي، إني أبدأ رحلتي الأخيرة، وأرى للمرة الأخيرة نور الشمس. إله الجحيم سوف يأخذني حيا، دون أن أعرف الزواج، ودون أن تردد أغنيات الزواج اسمي. الموت هو الذي سيتزوجني. ستموتين إذن دون أن تكوني مريضة، بدون جرح، حرة، عذراء، حية، ذائعة الصيد. وحدك من بين الموتى ستدفنين عند بلوتو.
لقد سمعت قصة موت ابنة تانتال التي وقعت من قمة جبل سبل. أحسست فجأة أن الصخرة تأخذها وتدفعها حولها كلبلاب يابس. عندئذ كان الثلج يغطيها ودموعها الباردة تسيل من أعلى إلى أسفل. ها هو فراشي، ها هي المداعبات التي تنتظرني. نعم حقا، لكننا بشر مساكين، وكانت هي ملكة وابنة إله. على العموم إن هذا أيتها الميتة العادية عزاء كبير لك أن تلقي مصير ربه. تسخرن مني، ذلك هو الوقت المناسب، أنصحكن بهذا. لا ينتظرنا حتى أختفي. آه يا طيبة، آه يا بلدي، يا ذات العربات الجميلة، انظري كيف أدفع وسط ضحكاتهن نحو حفرة بغير اسم. بغير اسم، لأني لست ذاهبة لا عند البشر ولا عند الأشباح ولا عند الأحياء ولا عند إنه خطأك، لقد هدكت العدالة وتتحملين أيضا بسبب أوديب. أنا ابنة حرام، ها هو السبب في موتي. تكريم الموتى عمل خير، لكن ليس من الخير أن نعصى سادتنا. كبرياؤك هو الذي جعلك من الهالكين. لا شيء، لا شيء، لا شيء ولا أحد. إني أسير إلى العذاب وحدي بدون أن يرثى لي، بدون زوج وبدون صديق وبدون تشجيع. لن ألقى النهار أبدا، لا، ولن ألقى أبدا عينه الذهبية، أبدا لن ألقى الشمس. لقد قلتها الآن، لقد قلتها. تعرفين أنه إذا كان لابد من حكايات ومواويل عديدة لكي نموت فلن ننتهي منها أبدا. ها، لتحمل فورا، لتحبس، لتترك هنا. تعال. وداعا، ليسرقوا مني نصيبي في الحياة. سألقى أبي وأمي وإتيوكل. عندما متتم أسبلت عيونكم، أسبلت عينيك كذلك يا بولونيس، وكنت على حق، لأني ما كنت لأفعل أبدا هذا المجهود المميت من أجل أبناء أو زوج. زوج يستطيع آخر أن يحل محله، ابن يمكن التفكير في واحد آخر. لكن بما أن والدينا قد ماتا فإني لا أستطيع أن آمل في أشقاء جدد. بمقتضى هذا المبدأ قد تصرفت. لأقتل، ليحرمني كريون من الزواج ومن الأمومة. ماذا فعلت إذن في الآلهة؟ إنها تتركني. إذا أقرت كلاتي سأعرف ذلك غدا وسأسف على فعلتي. لكن إذا استعجنتهم فلتبلينهم بعذابي. ليس في نفسها أي استكانة. تستطيع في هذا أن تكلف غاليا الذين قادوها والذين تواطؤوا معها عمدا. لن يطول موتي. لا تتصوري أن العذاب في مجرد إرهابك. أنا
طيبتي، انتهى الأمر، إني أسحب. أيها الرؤساء، يا رؤساء طيبة، أميرتكم الأخيرة تغتصب، شاهدوا كيف تعذب، وشاهدوا أي أناس يعاقبون قلبي. تخرج أنتيغون يقودها الحارس. دنايه أيضا دفنت حية ونامت في البرونز، ومع ذلك يا بنيتنا كانت من أصل عريق، وكانت تحمل بذور جوبيتر الذهبية. لقد صعق باخس ابن درياس لأنه دفع الكاهنات بقوة وأطفأ مشاعلهن وسخر من بنات جوبيتر. يدخل تيرزياس. يا رؤساء طيبة، ها نحن واحد في اثنين، إذ أني ضرير ولا أسير إلا مع مرشد. ماذا من جديد يا تيرزياس؟ ستعرفه لكن أطع. لقد صدقتك دائما، وكذلك كنت تحكم في خط مستقيم. اعلم انك تنحرف. انك تخيفني. هذا الصبي يرشدني وانا ارشد الاخرين. لقد رأى هياكلنا مغطاة بفضلات جثة بولينيز تحملها الكلاب والنسور. منذ رد الآلهة ضحايانا والحيوانات المفعمة بالجيفة تعوي في كل مكان. صدقني يا بني، لا مانع أن يخطئ إنسان، لكن أن يصر فإن هذا دليل على الحماقة. لا تضرب ميتاً أبداً، إن حبي هو الذي يكلمه. عظيم عظيم، هانذا هدف للرمي بالقوس. تتحرشون جميعاً بي. حسن حسن، أثروا أنفسكم، اتجروا، اربحوا ذهب السند والهند، لكن لن يدفن بلونيس أبداً. لقد ذهبت النسور لنقل جثته فوق عرش جوبيتر الذي كنت أرفضه دائما. ميت واحد لن يدنس الآلهة. تيرزياس، يدفع لك. إنها علامة سقوطك. إلي بإنسان، إنسان يعلم يفهم. عصبة الكهنة شديدة الرغبة في المال، وعصبة الملوك شديدة الرغبة في الضرائب. أنت تعرف أني ملكك. أعرف هذا بقدر أكثر مما تدين لي بعرشك وبسلام طيبة. إنك تحب المعارضة. إنك تجبرني على قول ما كنت أريد إخفاءه. تكلم، لكن لا تخدم الذي يدفع لك. أبدو إذن غاية في الثراء. واعلم أني لن أغير من رأيي. اعلم بدورك أن موت ابنك سيكون ثمنا لجريمة دفن امرأة حية وانتزاع جثة لبلوتو. سوف يمتلئ قصرك بالشكوى. الغضب يثير البلاد ضدك، حيث تنقل الحيوانات لحوما ملطخة بالدماء.
خذني بعيدا أيها الصغير ليتعلم هذا الرجل من الآن فصاعدا تكميم لسانه واحترام سننا. كريون كريون، إن نبوآته لا تخطئ أبدا. وأسفا وأسفا، رأسي يضطرب. لنرى لنرى، إنه قاس أن نرضخ. من ناحية أخرى شنيع وقلب سوء الحظ بالإصرار. بماذا تنصحيني؟ أنقذ الفتاة، أنقذ الفتاة. هكذا؟ وترون أن أتنازل؟ أسرع إذن، انتقام الآلهة يعدو. إذا كان لابد أن أتنازل، ذلك قاس قاس جدا، قاس جدا، قاس جدا. اذهب اذهب، لا تكلف أحدا بذلك. إني أعدو، فلتتبعوني بفؤوس ومعاول ورافعات. أخشى أن يكون مستحيلا التمسك دائما بالقوانين القديمة. أنت يا من تتوج بألف لقب، يا باخذ، يا ساكن طيبة عاصمة الكاهنات، يا باخث، يا من تجعل النجوم ترقص والليل يغني، يا باخث، اضغط بقدميك الكبيرتين جبلك كما يضغط العنب. أسرع أسرع، ساعدنا، اقفز هنا بخمرك المعطف. يا باخث، يا مواطني كاتموس، الحظ متقلب. من زمن قريب كنت أحسد كريون، الآن انكسر حظه. الثروة والعرش ما قيمتهما بدون سعادة؟ تكلم تكلم تكلم. انتحر هيمون. واهن يا تيريزياس، واهن يا تيريزياس. ها هي الملكة أوريديس، ستسمع ما يقوله الرسول. معنى هذا أني قد سمعت قليلا. كنت أوارب باب معبد مينيرفا، كدت أقع على ظهري. ماذا حدث؟ يجب أن أستمع، أستطيع أن أسمعكم. هيا، أنا قوية، عندي خبرة بالشقاء إلى حد ما. واهن يا سيدة العزيزة، واهن. اسمعي رواية شاهد عيان. بعد أن حرقنا مع الملك ما تبقى من بولونيس وابتهلنا إلى ربة الطرق، جرينا نحو كهف أنتيجون حينما اعتقد كريون أنه يسمع ابنه يصيح بداخله. فتحه بضربات معول ورأينا شيئا محزنا. أنتيجون معلقة في حبل مصنوع من ثوبها، وكان هيمون يضم الفتاة المسكينة بين ذراعيه. وعند رؤية كريون فقد هيمون عقله، فجرد حسامه وبصق عليه. رأى كريون عينه الغضب النافرة، فهم الوعيد فهرب. الزاك غرز هيمون الحسام في جسده ورشت دماء قلبه أنتيجون. تزوجا هنا في الممات وتدفقت الدماء. يا
تتفوه الملكة بكلمة، ماذا عساها تفعل؟ لا تريد الظهور. الصمت يخيف أكثر من الصيحات. أجل سأذهب لأتبين الأمر. ابني هيمون. الملك. يا بني. إنه يحمل ابنه. هيمون. يا بني أنا قاتل يا بني، أنا قاتل يا ولدي، لقد قتلتك يا ولدي. لقد فات الوقت. إله يدفعني في ظهري، بيت السعادة ينهار كل فوقي. أجل أيها الأمير، مأساة بعد أخرى. مأساة أخرى؟ ماذا يمكن أن يحدث أكثر من هذا؟ زوجتك أيها الأمير، زوجتك قد ماتت. ماتت زوجتي؟ زوجتي ماتت؟ هذا غير صحيح. يا بلوتو إنك تأكل الجميع يا بلوتو. زوجتي بعد ابني. أنت تكذب. أين هي؟ انظر، الباب مفتوح على مصراعي. أوريديس، لقد انتحرت عند أقدام الهيكل وهي تعتبرك قاتلا. إني خائف، اقتلوني بسرعة، إني أسقط في حفرة بلا قرار. لا، تتهمك بقتل هيمون وأنتيجون. إذن ماذا تقول؟ قتلت نفسها؟ زوجتي قتلت نفسها؟ إنني أكرر لك القول، النجدة. ذهبوا به، أبعدوني. أنا أقل من لا شيء. لا أعرف أبدا أين أضع نظراتي، يداي، قدماي، كل شيء ينزلق من تحتي. الصاعقة تسقط فوق رأسي. يا بلوتو يجب أن نخشى لعنة الآية. لقد تأخرت جدا يا كريون. لقد تأخرت جدا يا كريون. وهكذا تنتهي مسرحية أنتيجون من تأليف الكاتب الفرنسي جان كوكتو، ترجمة فتح العشري. قام بالأداء توفيق الدين في دور كيريون، عيدة عبد العزيز أنتيجون، محمد الدفراوي هيمون، هدى عيسى اسمن، محمد الزكي الحارس، أنيس فهمي تريزياس، آمال سالم الملكة الأم، محمد فايق عزب الرسول،
واشترك في الجوقة تريز ديميان، عواطف فؤاد، صافية اسماعيل، نوال البطوطي، سهام فتحي، ألفة عزمي، عيد الشريف، وقام بدور الراوي أحمد الشناوي. سجل المسرحية إبراهيم إمام وإبراهيم نوبي. أنتيجون مسرحية من إخراج الشريف خاطر.